مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله كيفيه عمل ممبر سيرفر اور فايل سيرفر وعمل الاعدادات الخاصه به. الفايل سيرفر حضراتكم مش هيكون دومين كنترولر ولا كمبيوتر عادي، هيكون خادم سيقدم خدمات للشبكه، وهذه الخدمات ان انا ان شاء الله ساضع عليه الملفات واعمل شيرنج لهذه الملفات، بمعنى ان هذا الكمبيوتر سيكون فايل سيرفر اي خادم الملفات، وده عباره عن كمبيوتر نازل عليه ويندوز سيرفر 2019 فقط ولكن بدون الدي ان اس او الاكتف دايركت، عشان لو نزلت عليه الدي ان اس والاكتف دايركت هيبقى دومين كنترولر. والكمبيوتر العادي زي ما انتم عارفين هيبقى عليه ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 11، يعني مش نازل عليه نظام التشغيل ويندوز سيرفر. طبعا حضراتكم طلبتكم في الفيديو اللي فات ان تنزلوا ويندوز سيرفر 2019 عشان نعمل عليه بعض الاعدادات، فانا فعلا نزلت ويندوز سيرفر 2019 على الكمبيوتر الافتراضي وعملت بعض الاعدادات عليه، ان انا سميت الكمبيوتر نيم ميم سيرفر، وطبعا لسه موجود في الورك جروب، وجعلت التايم زون كايرو واديته اي بي ادرس 192.168.1.6، وفعلت الريموت ديسكتوب خليتها انيبلد بحيث حضراتكم احنا ممكن هنعمل شيرنج على الملفات على هذا الكمبيوتر وممكن ندخل عليها عن بعد. طبعا دي الاعدادات الاساسيه اللي بعملها على اي كمبيوتر بدخله على الشبكه او بدخله على ايه الدومين. في بعض الاعدادات الاخرى هنعملها عملي مع بعض حضراتكم حاليا، ان انا هدخل على الفايل اكسبلورر زيس بي سي. هتلاحظوا لما نزلت ويندوز سيرفر على هذا الكمبيوتر قسمته الى اثنين بارتيشن، بارتيشن هي السي وبارتيشن اللي هي الدي، والان حضراتكم ساحذف البارتيشن اللي اسمه دي واعيد تقسيمه الى اثنين هي بارتيشن. بارتيشن هخصصه لملفات قسم السيلز بالشركه، والبارتيشن الثاني هخصصه لقسم الاي تي. ولعمل ذلك كليك يمين على زيس بي سي واختار مانج، هتظهر النافذه الخاصه بالسيرفر مانجر، منها نضغط على تولز ونختار من القائمه دي كمبيوتر مانجمنت. هتظهر هذه النافذة منها احدد ديسك مانجمنت. هتظهر البارتيشنات الخاصة بالهارد ديسك السي والدي، فطبعا عشان نحذف البارتيشن دي اعمل كليك يمين عليه واختار ديليت فوليوم. هتظهر هذه النافذة بيقول لي هتعمل ديليشن للفوليوم اريز اول داتا اون ات، هيحذف كل الداتا الموجودة عليه، اقول له يس. بعد ما حذفت البارتيشن دي هعيد تقسيمه مرة اخرى حضراتكم، عشان اعيد تقسيمه اعمل كليك يمين عليه واختار الامر نيو سيمبل فوليوم. هتظهر نافذه اقول له نيكست، من هذه النافذه احدد حجم القرص سيمبل فوليوم سايز اون ميجا بايت، اديله مثلا 20000 ميجا وكده نيكست. هتظهر هذه النافذه اساين ذا فولوينج درايف ليتر، اديله ليتر وليكن الليتر دي حضراتكم وكده اقول له نيكست. هتظهر هذه النافذه اتاكد انه متحدد بيرفورم اكويك فورمات، وهغير الفوليوم ليبل اسميه مثلا سيلز دوك. سيلز دوك يعني ملفات قسم السيلز او قسم المبيعات، اقول له نيكست. هتظهر هذه النافذه اقول له فينش. نفس الطريقه حضراتكم هنقسم الجزء الباقي، كليك يمين عليه نيو سيمبل فوليوم، هتظهر نافذه اقول له نيكست. طبعا سيمبل فوليوم سايز الجزء الباقي ده سيبه زي ما هو، بعد كده اقول له نيكست، بعد كده اديله ليتر وليكن اف نيكست. الفوليوم ليبل هسميه اي تي دوك، بعد كده اضغط نيكست، بعد كده فينش. لو فتحت زيس بي سي حضراتكم هتلاحظوا دلوقتي انه الهارد ديسك عندي 3 بارتيشن، البارتيشن سي اللي منزل عليه ويندوز سيرفر، وكده البارتيشن دي الخاصه بقسم المبيعات، والبارتيشن اف الخاصه بقسم الاي تي. الخطوه الاخيره حضراتكم سنقوم بربط هذا الكمبيوتر بالدومين. هنرجع الى شاشه السيرفر مانجر ونحدد لوكالي سيرفر. عشان اربط هذا الكمبيوتر بالدومين اجي هنا كمبيوتر نيم، اضغط على ممبر سيرفر، لاحظ انهم ما زال في الورك جروب. اضغط على اسم الكمبيوتر، هتظهر زي النافذه، اضغط على تشينج. اجي هنا حضراتكم في الجزء ممبر اوف، احدد دومين واكتب اسم الدومين ندى دوت كوم، وكده اقول له اوكي. طلب مني اليوزر نيم حضراتكم، اليوزر نيم طبعا سميناه علي اللي هو الادمنستريتور، غيرنا اسمه الى علي، وكده نكتب كلمه السر، وبعد كده اوكي. المفروض هيطلب مني يعمل ريستارت، قال هنا ويلكم تو ذا ندى دوت كوم دومين اوكي، يو ماست ريستارت يور كمبيوتر تو ابلاي ذيس تشينجز اوكي كلوز. هيطلب مني اعمل ريستارت، ريستارت ناو، هيعمل ريستارت حضراتكم للممبر سيرفر او الفايل سيرفر.
هكتب كلمة السر. لاحظوا ان انا ندخل عليه حضراتكم بالادمنستريتور، يعني اليوزر اللي هو اللوكال. من السيرفر مانجر احدد لوكال سيرفر. هتلاحظ حضراتكم هنا بدل ما كان ورك جروب اصبح دومين nada.com. يبقى كده تم ربط هذا الكمبيوتر ايه بالدومين. لو حبيت ادخل على الدومين حضراتكم، لاحظوا ان احنا دخلنا بالادمنستريتور اللي هو اليوزر اللوكالي الموجود على هذا الكمبيوتر، لان عايز ادخل على الدومين نفسه. خدناها دي قبل كده حضراتكم، هعمل ساين اوت. بكده اقول اد اذر يوزر، نكتب هنا حضراتكم الي علامه الاد nada.com، واكتب الباسورد واضغط انتر. وبذلك نكون قد انتهينا من عمل ممبر سيرفر او فايل سيرفر، وقمنا بعمل الاعدادات الخاصه ايه به. في الفيديو القادم ان شاء الله سنتعلم كيفيه انشاء المجلدات الخاصه بقسم المبيعات والمجلدات الخاصه بقسم الاي تي وعمل شيرنج لها. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.